بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض علوا كبيرا
وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا حتى نبعث رسولا
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم لمن ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا